اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ارحب بضيفتي الحقيقه لازم تعرفوا ان اخر 10 سنين في النادي الاهلي بطولات الكره الطائره دخلت النادي الاهلي ضيفتنا النهارده ومنتخب مصر ضيفتنا النهارده كانت ضلع اساسي في البطولات دي. برحب بنهله سامح كابتن النادي الاهلي للكره الطائره. سيدات اهلا بيك يا نهله. اهلا بحضرتك يا كابتن. اظن انا ما كذبتش في اللي قلته. لا تمام تمام. كم بطوله نهله؟ 45 بطوله ما شاء الله. يعني و45 بطوله انت ليكي فيها يعني ضلع كبير، يعني مش بس شاركتي فيهم، لا ما شاء الله يعني بطولات افريقيه وعربيه ودوري وكاس. الحمد لله يعني. طب نهله احنا جهزنا تقرير عنك وعن انجازاتك وعن رحلتك مع الكره الطائره، ايه رايك نشوفه ونرجع لبعض؟ اعزائي المشاهدين جهزنا تقرير لنهله سامح هتعرفكم اكتر مين نهله سامح. شوفوا التقرير ده ونرجع لبعض. قائد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي موهبة تتحدث عنها الأرقام والإنجازات ونموذج يحتذى به في التفوق، تستحق أعلى درجات التكريم نظير ما قدمته للنادي الأهلي والكرة الطائرة النسائية في مصر وإفريقيا بعد أن مضت على خطى كبار الكرة النسائية في مصر، فتفوقت وباتت الألفة بالعديد من البطولات والجوائز الفردية وتستمر رحلة العطاء. نهلة سامح بنت الأهلي، القلب النابض لفتيات الذهب، قائدة الفريق والمتيمة بعشق القلعة الحمراء، والتي ترجمت هذا العشق بمسيرة حافلة من الإنجازات تكتب بماء الذهب منذ أن انضمت لقطاع ناشئات الكرة الطائرة في عام 1998، وسرعان ما فرضت موهبتها على الجميع ليتم تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي وهي دون 14 من عمرها. عقب تصعيدها للفريق الأول بالأهلي سرعان ما انضمت لصفوف المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة لتحقق المزيد من الإنجازات مع الأهلي ومنتخب مصر، ولم تتخلف عن الدفاع عن شعار الفراعنة في كافة المواعيد القارية والدولية. لا نبالغ عندما نصف نهلة سامح بالأسطورة الرياضية بعدما ساهمت مع الأهلي في معانقة المعدن النفيس عشرات المرات، ولم يسبقها أحد في بلوغ منصات التتويج بعد أن بلغ إجمالي بطولاتها مع الفريق 45 لقبا ما بين محلي وقاري بواقع 17 لقب لبطولة الدوري ومثلهم لبطولة كأس مصر وستة ألقاب للبطولة الإفريقية للأندية وخمسة ألقاب للبطولة العربية للأندية. حصدت نهلة الكثير من الجوائز الفردية نظراً لتألقها الشديد مع الأهلي ومنتخب مصر، من بينها جائزة أفضل لاعبة إفريقية في فئة الشباب وهي الجائزة الأقرب لقلبها، كما أنها حصلت على جائزة أفضل لاعبة استقبال في إفريقيا وأفضل ضاربة في إفريقيا وأفضل لاعبة دفاع في إفريقيا. نهلة سامح التي لم يمنعها كونها لاعبة في النادي الأهلي ومنتخب مصر من التفوق الدراسي، فتخرجت في كلية الفنون الجميلة لتصبح رياضية بدرجة فنانة، إلا أنها فضلت أن تترجم عشقها للفن في محراب صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ورفضت بشكل قاطع أن يشغلها عملها الخاص عن الكرة الطائرة والنادي الأهلي، فاستحقت كابتان سيدات الذهب، ومنحها القدر أسعد اللحظات عندما تقدمت لمعانقة الكؤوس الإفريقية والألقاب المحلية. بنت الأهلي قائدة فتيات الذهب تنتمي لعائلة أهلاوية جدا، لذا لم يكن من الغريب أن يكون مثلها الأعلى شقيقتها الكبرى شريهان سامح قائد الأهلي الأسبق والتي زاملتها في صفوف الفريق قرابة 15 موسما. ولا تتلعثم نهلة وهي تقول بلا تردد: شريهان مثلي الأعلى والتي تعلمت منها الكثير، خصوصا وأنها كانت تلعب في نفس المركز الذي تشغله نهلة في الوقت الحالي. وتستمر رحلة الإبداع من قائدة سيدات الذهب مع الأهلي بتطلعات وطموحات ورسالة سامية تقدمها للشباب المصري والعربي في النجاح والإبداع والتميز في كافة الميادين، كونها نموذج يحتذى في الإبداع والتميز رياضياً وعملياً.